طيب نواصل في هذا القسم الثالث أو القسم الثالث، أو هنا سنركز على تدريس مهارة لغوية. كما قلت لكم هذا المهارة اللغوية يندرج أو تندرج تحت اللغة. إذن المهارة اللغوية هنا كما قلت لكم هناك استماع، مهارة استماع، مهارة النطق والكلام، كيف ينطق أو تنطق الحروف العربية، وهناك محادثة مهارة الكلام نفس الشيء، وهناك مهارة قراءة ومهارة كتابة. إذا هناك 4 مهارات المهمة، ولكن في أيضا في تحت المهارة اللغوية هناك مفردات عربية. ما معنى مفردات؟ مثلا موجود الأشياء، وهناك النحو والتراكيب. إذن هذه التقسيمات السبعة إن شاء الله سندرسها في الأسابيع القادمة إن شاء الله. وأيضا هناك موضوع الاختبار اللغوية. بعد انتهينا تكلمنا عن مهارة لغوية، سنركز على اختبار لغوية. ممكن هذا الموضوع سندرسها في أسبوع 12 أظن، أو 13، بعد أن انتهينا بموضوع طرق التعليم العربية، وبعد أن تكلمنا بمهارة لغوية. إذن سنواصل درسنا في أسبوع 12 أو 13 باختبارات لغوية. والموضوع الأخير هو الموضوع ماذا هنا؟ الباب إعداد المعلم وتدريب المعلم. ما هو المعلم متخصص وما هو المعلم ناجح؟ إذن هذه الأشياء موضوع الأخير في أسبوع الربع 13 أو ممكن الربع 10. هذا الموضوع موجود في كتاب إضاءات لمعلم اللغة العربية لغاية التي كنا بها، وهذا الموضوع أيضا سوري وهذا الكتاب أيضا موجود في كليب، وضعته في كليب. إذن في هذا الأسبوع أو في هذه الكلية سنركز أو سأخذ الموضوع هذا، يعني الأسس التربوية للمنهاج. إذا صفحة 173. أوكي، إذا سننظر كتاب في الصفحة كم؟ 173. طيب سننظر ماذا سندرس في هذا الباب، الباب السابع. طيب الباب السابع 200. طيب هذا اوكي الهدف. طيب الهدف تربوي، اوكي كما قلت لكم الهدف تحت المنهج، يعني مكون 4، ورقم الأول منهج. طيب لماذا الهدف التربوي مهم جدا؟ أولا أهمية الهدف، كما قلت لكم وضوح الهدف نصف الطريق. جلس أبجد جلس سألالة ساتو perjalanan tu separuh jalan tu dah kita dapat capai dah berjaya separuh separuh lagi ialah laksana. طيب هناك معلومات ممكن تقرونها، هذا معلومات زائدة أيضا. هناك أنواع الأهداف، أهداف عامة وهناك أهداف خاصة. هذا ما نسمى بـ specific عندما أنتم تكتبون في RPH. لو أنتم تذكرتم قد شرحت لكم كيف أنتم بعد تختار معيار محتوى، وهناك معيار تعلم، وفي معيار تعلم أنتم تكتبوا به بالهدف di akhir pengajaran pelajar akan dapat apa-apa. Hadza ma yusamma bi ahdaf khasah. Okey, ahdaf amah mungkin nurakizu ala mi'yar muhtawa. Okey. Wa hunaka mafhum hadaf. Okey. Lughatan istilahan. Tapi izan mungkin takra'una naha. Baik. Atau takra' hadza mafhum. Baik, hadza amaliyah.
في أمال التعلم، تعلم هنا التلميذ كيف يكون في الداخل الفصلي، ما هو النتائج. أوكي. بعد ذلك أنتم ستقرؤون هذه المعلومات، مستوى الأهداف هذا فقط لمعلومة زيادة، لمعلومة زائدة لكم، مصادر اشتقاق. وأيضا هناك أهداف سوقية، ربحا تنكه لكم. هذا فقط معلومات لزيادة، أنتم تقرؤون لمعرفتكم. ما معنى هدف سلوكي؟ هدف سلوكي أيضا أعطي هذا كما قلت لكم، كيف تكتب بأهداف specific objective. ممكن تقرأ تأخذ معلومات، هذه المعلومات قد تكلمت في RPH كيف كتابة الهدف. هذا نموذج، لو في موضوع للأداء، هذا لموضوع النحو مثلا، كيف يكتب معلم الهدف، خصائص الهدف. هذا ما نسمى بالآن فعل سلوكي طالب، مصطلح من مادة حد الأدنى. طيب هذا مهم، هذا مهم. طيب في كتابة الأهداف، أن يميز الطالب بين الأفعال المقربة ورجاء من حيث المعنى. طيب أن هنا أن فعل سلوكي يميز، هذا فعل موجود في RPH، لا آسف، موجود في DSKP. لو أنتم تنظرون في DSKP مئر تعلم، 1.1.1، 1.1.2، ingat tak lagi rujuk DSKP. Hadap talib, hadap apa tajuk yang nak ajar? Macamana aswad, al-kalimat, at-tarakib. Kalau antum turaji'una fi DSKP. Okay? Mawujud hadir maklumat kat sama kutu lakum. Okay? Min haisul makna bi wuduhan atau bi fasihan hadha bi nusama bi hadul adina lil adab. Okay? طيب إذن خلاص بالقسم الثالث.